بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. اليوم راح نحضر واحد المشكلة اللي يعانون منه العديد من الطلبة، اللي هو كي أعطاهم نظام مثلثي كما راح هذا في الشكل، ويكونوا فيه مساند مقلوبين ما عرفوش يمثلوا ولا يحسبوا ردود الأفعال. قلت لهم هذا الشكل اللي راهم مدونه هنايا كما هذا الشكل، وين يكونوا مساند مقلوبين كما هذا الشكل، كما هذا الشكل، وين مدلوا هنا مسند بسيط وهنا مسند مضاعف مقلوبين، والعديد من الأشكال كما هذا الشكل، كما هذا الشكل، هذا الشكل اللي راه هنايا كما هذا الشكل، ممكن يمد لك نظام مثلثي المساند مقلوبين كما هذا الشكل ايضا، كما هذا الشكل، والعديد من الاشكال راح نهضر عليهم كي يمد لك ردود الافعال ولا المساند مقلوبين، فتمثل وتحسب ردود الافعال. التمارين التجميعيه للاستاذ فيلالي والاستاذ عبد النور. اذا قلنا نشوفوا فنمثل ونحسب ردود الافعال في المساند المقلوبه. اذا احنا في الانظمه المثلثيه عندنا نوعين من المساند، عندنا نوعين من المساند، عندنا المسند البسيط وعندنا المسند المزدوج ولا المضاعف. عندنا المسند البسيط، المسند البسيط هذا، وعندنا المسند المزدوج ولا المسند المضاعف. المسند البسيط عنده رد فعل واحد، عنده رد فعل واحد في ا كما على هذا الشكل، وعنده المسند المزدوج ولا المضاعف عنده رد فعل، عنده في ا وعنده اشا، عنده في ا هنا وعنده اشا. رد الفعل هذا قلنا عنده رد فعل اشا، عنده المسند المزدوج عنده رد فعل اشا. الاشا هذا رد فعل اختياري، اختياري تقدر تديه بالاتجاه الموجب ولا تقدر تديه بالاتجاه هذا، تقدر ايضا تفرطه بهذا الاتجاه وتسميه اش. اذا الاش هذا اختياري، بصح الاتجاه اللي تدي في بدايه التمرين تكمل به باقي التمرين. ايش معناه؟ فرضا عندك هذا الشكل، فرضا عندك هذا الشكل وعطانا هذا التمرين، دير هذا بالصوره هنا هذا التمرين. اذا انت المسند هذا اللي عند النقطه ب هو مسند مضاعف، اذا اش بي انت راح تديه بهذا الاتجاه ولا تديه بالاتجاه الاخر اللي هو هذا الاتجاه، يعني الاتجاه الموجب ولا الاتجاه السالب. بصح الاتجاه اللي تديه تفرض تكمل به باقي التمرين، يعني كي تحسب ردود الافعال هنا قال لك حسب ردود الافعال راح تدي هذا الاتجاه ولا الاتجاه الاخر. فرضا تدي هذا الاتجاه الاتجاه الموجب، اذا في السؤال تاع حساب الجهود الداخليه كي تولي تعزل في النقطه بي تحتفظ بالاتجاه اللي ديته في ردود الافعال سواء كان الاتجاه الموجب ولا الاتجاه السالب. اذا الاش هذا هو حسب الفرض اللي تفرضه انت في البدايه نحو الداخل ولا نحو الخارج. اذا هنا في الحالات هذونا اللي يكون فيهم مثلا المقلوب اللي راح نشرحهم الان راح ندوه دائما بالاتجاه الموجب، دائما ندوه بالاتجاه الموجب للاشهر. اذا نبداو بالمسند البسيط ونعد رد فعل واحد. الوضعيات اللي يقدر يمد لك فيها المسند البسيط الوضعيه هذه اللي مارفين بها، الوضعيه يمد لك فيها المسند البسيط، الوضعيه الاخرى قادر يقلبوا يعطي لك بهذا الاتجاه بهذا الشكل، هذه الوضعيه رقم 2. الوضعيه الاخرى قادر يعطي لك بهذا الشكل، يعني صدوا بهذا الشكل، هذه الوضعية الثالثة، والوضعية الأخيرة قادر يعطي لك بهذا الشكل. هذا الوضعية المحتمل يمد لك فيه المسند البسيط ونعد رد فعل واحد. دوك نشوفوا كل وضعية على حدة. الوضعية الأولى هي باينة الشغل اللي موالفين بها هذه الوضعية، مثل رد الفعل فيها. إذا هذه هي الوضعية رقم 2، يعطيه يقلب لك المسند بهذا الشكل وتمثل رد الفعل كي يعطي لك بهذا الشكل كما راح هكا، تمثل رد الفعل تاعو في سي ولا في أ ولا في بي ولا. إذا هذه الوضعية رقم 2. نشوفوا الوضعية رقم 3، هاي وين الوضعية رقم 3؟ يعطيك بهذا الشكل، يكون عدو قلنا المسند البسيط عنده رد فعل واحد، يكون كي يقلبوا بهذا الشكل يكون عنده رد فعل اشا، يكون عنده رد فعل اشا، تمثله بهذا الاتجاه، ولا تقدر تديه بالاتجاه المعاكس للاتجاه السالب، ونحن ديما ندوه بهذا الاتجاه اشا بهذا الشكل، هذه الوضعية الثالثة. نشوف الوضعية الرابعة اللي هي عكس الوضعية الثالثة، عكس الوضعية الثالثة هذه هي الوضعية الرابعة، يعطيك بهذا الشكل. وتمثل ديما قلنا اش بي تمثلو بالنحو الاتجاه الموجب. هذا تاع المسند البسيط عنده اربع وضعيات، الوضعيه الاولى اللي مارفين بها، الوضعيه الثانيه كي يقلبوا صدوا نحو الاسفل، هنا نحو اليمين وهنا نحو اليسار، وديما عنده رد فعل واحد. اذا نشوفوا الان المسند المضاعف، المسند المضاعف عادي شغل ديما بيعدو ردي فعل. اذا المسند قلنا المزدوج عنده ردي فعل، عنده الحاله واحد هذه اللي مارفين بها الحاله الاولى، الحاله الثانيه كي يقلب لك المسند نحو الاسفل الثاني تبقى عنده نفس الحكايه ردي فعل اش بي او في بي، اش بي او في بي، هنا الفي بي تقدر تديه نحو الاسفل، تبصح انت باتها على روحك وتفادل الامور ديرو نحو الاعلى اش بي او في بي، اش بي اش بي او في بي. الحاله الثالثه وين يعطيه لك كما راهم صدوا هنايا نحو اليمين، ثاني كيف كيف يبقى اش ا او في ا، اش بي او في بي نفس الاخر. والحاله الرابعه وين يصدوا نحو اليسار بهذا الشكل، ثاني كيف كيف اش او في ا، اش او في ا. قلنا المسند المزدوج شغل ما يديرلكش مشكل، هو المسند البسيط كيف يقلب لك المسند البسيط اللي عنده رد فعل. اذا هذا هما الحالات الان راح نطبقهم في ولا تقدر ايضا تحكم الطريقه
العادية، الرسم العادي بتاع المسند الأخ البسيط ولا المزدوج بهذا الشكل، كان فرضان بهذا الشكل كما راه هنا عندنا. ومن بعد تروح ترسم المسند كما راه وعطيه لك في التمرين، قال فرضان بهذا الشكل، هو دور لك بهذا الشكل ترسمه ودور هاك كما راه يدور المسند هنا، يولي عنده هذا الرد الفعل هذا الأفقي تاعو. هنا بصح ما تسميش بيئة خاطر راح محور إكس، تسميه انت عشرة، عطاك فرضان هذه الوضعية، نروح نزيدو ندورها، عطاك هذه الوضعية اللي هي العكس، هذه الوضعية تاع المسند اللي تاع المسند البسيط هذه الوضعية. قلنا احنا هذه ثاني تكون عشرة، تكون عشرة بصح احنا قلنا الأفضل من الأفضل احنا ندو ديما نحو اليمين، يعني تقلب المسند فقط، قال عطاك في هذا الاتجاه، يعني صدر نحو الأسفل كما هكا، كما هكا. بصح كنا احنا في عام ذي بيمين دو نحو الأعلى بما نخلص علينا الحساب دوها. في الأمثلة اللي بدينا ويلا، إذا شوف معايا هذا المثال، هنا هو مدلك هذا مسند بسيط وهذا مسند مزدوج، وراح ينقلب. إذا نبدأ بالمسند البسيط، هذه الوضعية راهي تشبه لنا المسند البسيط، ها هي الوضعية تاعته، ها هي الوضعية تاعته، عنده رد فعل اتش بي، عنده رد فعل اتش بي. إذا قلنا إننا نفرضوه ديما نحو اليمين وتصدوا هذا الاتجاه اتش بي ولا اتش او، هنا عندنا نقطة او يعني اتش او، وتسميه اتش او اتش او. قلنا تقدر تديه بالاتجاه الآخر هذا كيما، تقدر تديه كيما، احنا ديما نديروه بالاتجاه الموجب. اذا هذا بالنسبه للمسند الاخر بسيط، المسند المضاعف كنا ما يديرونجيش ديما هذا. هذا اش دي بهذا الشكل، وهذا في دي نحو الاعلى، وهنا في دي نحو الاعلى، وهنا تولي تحسب، هنا تولي تحسب في اش او، اش او زائد اش دي باش يساوي، يساوي لي القوه هذه الافقيه اللي هي 30، اللي هي 30 كيلو نيوتن. حنا عارفين في ا زائد في بي ولا في في او زائد في دي يساوي قيمه، حنا نقولوا نحسب اش او زائد اش دي يساوي قيمه، وفي دي هذه قلنا في دي وهذه اش دي، وفي دي تلقى قيمه واحده، وفي دي تلقى قيمه في دي. عندنا في مجموعه بالنسبه لي عندنا في دي ناقص 20 ناقص 40، تلقى الفي دي يساوي 60 كيلو نيوتن اللي هي وحده. شوفوا الحاله الثانيه، شوفوا هذه الحاله، وانا عطيتك هنا عندنا نقطه دي مسند بسيط، وعندنا نقطه ا مسند مضاعف. اذا المسند المضاعف راه في الوضعيه العاديه، والمسند اللي عند النقطه دي اللي البسيط راه مغلوب. اذا نشوفوا الوضعيه تاعو، راه في هذه الوضعيه، في هذه الوضعيه اللي راهي تظهر هنا. اذا قلنا اش عنده رد فعل اش، ونديرو نحو اليمين، قلنا من الافضل ديرو نحو اليمين ونسميه اش دي، وهذا قلنا في الوضعيه العاديه اللي هي عنده رد فعل في ا وعنده رد فعل اش ا نحو اليمين بهذا الشكل. اذا قلنا هذا نولي نحسب هنايا اش دي، وهنا اش ا، وهنا في ا. اذا تولي تحسب في اش ا مجموعه بالنسبه لي زائد اش دي تساوي 90، وتجبد قيمه اش او اش دي من انطلاق المعادله تاع العزوم، وفي ا تلقى قيمه واحده مضبوطه اللي هي هنا في هذه الحاله 30 كيلو نيوتن. شوفوا الحاله، اذا شوفوا الحاله هنايا عطاهم لي زوج مغلوبين، هذا المسند البسيط وهذا المسند المضاعف، راهم زوج مقلوبين. اذا المسند البسيط عنده رد فعل واحد من اش سي، نوجه نحو اليمين، ها هي الوضعيه تاعو، ها هي الوضعيه تاعو. والمسند المضاعف عنده رد فعل قلنا ديما اش في ا واش ا، وتولي تحسب في اش سي زائد اش اي يساوينا 120، يساوينا 120. وهنا الوضعيه الاخرى، وهنا عطاهم لي شغل الفي ا هنايا رد في المسند البسيط في الوضعيه العاديه عنده رد فعل في ا، وهنايا الفي بي المسند اللي المضاعف راح متجه نحو الاسفل المغلوب. قلنا ثاني كيف كيف عنده في بي واش بي، في بي واش بي. الفي بي قلنا تقدر تديه بهذا الاتجاه نحو الاسفل، بصح تصعب الامور على روحك، هنا نديروه ديما نحو الاعلى. اذا هذه ثاني وضعيه مشابهه للوضعيه اللي قبل، هنا نقلب لك فقط المسند المزدوج. اذا كيف كيف عنده رد فعل في او وعنده رد فعل اش او، وهنا في ا. هنا عطاهم لك الزوج مقلوبين، مسألة الزوج مقلوبين كيف كيف، في او هنا يدير في او، عفوا هنا اش او، اش او وهنايا في او وهنايا اش دي، وتولي تحسب في اش ا زائد اش دي يساوي لنا هذه القوة اللي هي 60، وفي او تلقى قيمة مضبوطة. إذا نشوفوا الوضعية هذه، إذا هنا عطى لي هذا المسند عند نقطة بي مضاعف، وهنا عند نقطة ا بسيط بنفس الكيفية، قلنا هنا اش بي في بي و اش ا. دائما دير القصاصه هذه ولا هذا الاخرى تاع الاستاذ فيدالي هذه تاع الوضعيات، وتحطها معك ومخليها في الكراسه ولا في التليفون، وتشوف الوضعيات وحسب اللي يعطيها لك. اذا هنا ثاني كيف كيف نفس الحاله اش بي و اش ا و في ا،
وهنا ايضا بنفس نفس الكيفيه، هنا نفس الكيفيه، هنا هذا مسند، مسند مسند هنا مضاعف واللي عنده رد فعل بهذا الشكل في بي، وهنا عفوا اش بي، وهنا في بي، وهنا هذا عند النقطه ا مسند بسيط عنده رد فعل في ا. اذا درنا شفنا كافه الوضعيات، نكونوا كملنا الوضعيات، ان شاء الله تكون استفدتم. الفيديو الجاي راح ندير لكم ايضا على جمله معادلتين مع كيفيه التحقق في الانظمه المختلفه. قال فرضا هنا دائما تعزل، قال فرضا انك تعزل في العقده ا، وهذا عندك في القضيب هذا ان عاصي والقضيب ان عادي، وكلاهما مائل، كلاهما مائل، يعني مش واحد فيهم مع اكس ولا مع واي، كلاهما مائل. هنا لازم تخدم جمله معادلتين. ونشوفوا ايضا كيف تتاكد من الحسابات في الانظمه المثلثيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.